بصراحة فوق أسوأ فوق لاش. أهلا وسهلا بكم متتبعي قناة شوق تيفي من هذا المباشر الجديد من مدينة الدار البيضاء وبالضبط من ذيب غلف. كيف تتشاهدوا هنايا عطار ديال الزجاج، كانت هنايا شبه كايته، هي ليست بكايته طبيعيه بل كايته تدخل الانسان. والان معنا الناس احد الشهود واحد الضحايا اللي غيدوي عطينا التصاريح ديالو. السلام عليكم. باش يطلعوا الناس تعالوا. سير تفضل. السلام عليكم. خويا دابا بدا تشهر ما كنعسو ما كنديرو حتى شي حاجه. اليوم اخويا خرجت المدام دارت واحد لوبيراسيون خرجتها. نفس المشكل خرجنا نتبرى، خرجت تبرى من هذاك اللي هز الجناوه وهز اللي دار هذه الحاله هذه. يا خويا ما قعدت الحاله مرتي يلاه جينا من العمليه. ضرب لي بالموس هنا. ضرب لي بالموس هنا. ضرب لي الراس هنا. وضربني هنا. جاو رجال الامن مشينا للبوليس مشينا عيطنا للديزناف ما كيجاوبوش. اضطرينا هزينا الطوموبيله ديالنا مشينا لعند الناس ديال الدائره عارف شدي بلاصه معانا وجاو. دابا مده المشكل مده شهر كيجيو كيتهجموا على واحد الدري هنا على عمر دار كيجيو كيتهجموا يوميا. هادشي بحال ما يوميا كيتهجموا عليه يوميا هزوا الحجر يوميا هزوا عليه في الجناوه والدري غا هربان. خرجنا بغينا نهضروا معاه والو مده شهر والو المخزن ما كيجيش ما كاين حتى شي حاجه. حتى مشينا للدوزيام الدائره جوج عاد جوج ديبلاصاو معنا الله يرحم لهم الوالدين عاد جوج خرجوا داروا خدماتهم عاد باش هربوا. بغينا هاد السيد هذا المخزن يدير لنا معاه شي حل. هاد عبد الجليل هذا دير معنا شي حل وبات بات بات الضحيه حتى هو وغيكمل معكم الهضره. السلام عليكم. تفضل تفضل. إصابة إجرامية شنو وقع؟ تتعرض من واحد 10 ديال الناس ولا 12 بالسيوف ولينا مهدين. ماشي أنا تندوي على راسي. هاد السيدة جا عند والدي هو وقع عليه المشكل وهادشي بنهار ماشي خلي الميكرو تما ودوي عاود لنا بالضبط. علانية فهمتي مشكل صغار الدري كان غادي يقضي شي غرض. دابا شنو المشكل الأساسي اللي بينه وبين ولدك؟ الأساس ولدي كان مشي يقضي شي غرض في ديك الزنقة عنده متحامو عليه ضابو مضروب في الدور مضروب فهمتي جوج هجموا علينا على درت السيرتيفيكات ديالي السيرتيفيكات ديالي درت المسائل درت الاجراءات ديالي عيطت ديال الامن جو شافوا معايا كل شيء. وحنا دابا كنعيطوا عليهم كيجيو ولكن هادو راه مستمرين علينا بالهجوم. دابا هو كاين دابا حاليا ولا ما كاينش؟ راه دابا كاين بنهار قبيله كيتسارع هنايا بواحد الشرطه من جهه البوليس هاد تمشينا عند هما اليوم مشيت اتصلت بهم مني جاو هاد حيت كاينه شي حاجه فهمتي ولا لا ما مسالينش الوقت شويه مزيرات الدراري ديال الدائره هما اللي جاو معانا مساكن الله يجازيهم بخير. مشينا لعندهم لقيناهم عامرين شافوا تعياهم اللي شافوا المسكين كبيره هما جاو معانا دابا الاجراءات ديالهم. حنا كنطالبوا من شنو النداء ديالك؟ خلي الميكرو خلي الميكرو. كنطالبوا من النداء ديالي هو شي حل هادشي هادشي بزاف. خويا لما دخلش المخزن غادي طيح شي روح. بغينا نعرفوا واش المخزن كاين ولا ما كاينش لان هذه مده شهر يوميا هذه الحرب هذه يوميا كيجيو بالسيوف وبالزناوة هنايا. كاين شي واحد شي ضحية وحدة خلي يدوي شكون بغا يهضر على العيالات؟ تا واحد بغا يهضر؟ تا واحد بغا يهضر؟ ما كاين العيالات اخويا بلا بافيت بلا بافيت ماشي مشكل. أجي عند العيالات سير الله سير اخويا الله شوف عطى شوف 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 هو الباب ديال الزنقة هذا هو حيدو مهرسينو هذا يلاه صوبناها وما عاودتش نرجعو نرجعوها هذا يلاه سوديتو عاودتو ترجعو هضر معاه ولكن هضر معاه انت شوفها
الدبابه دا يلاه شفتو هذا دبت هذا ساهو يلاه صلحتو بين باقي يلاه مصلوح هذا واش لا الله السلام لا صافي سير الله يرحم الوالدين يقول شو اللي غيدوي هاي السيده حيدي صغير حيد حيد اخويا راه حيت ممنوع السلام عليكم الناس كاينين حاضرين اشوف كما عديله اسمي هاد اسمي عاودينا بالضبط شنو وقع الناس مضاربين مع ولاد الجيران كل نهار كيجيو لينا هنايا وما كيخلوناش نعسوا سهرانين ليل ونهار مفوضه لينا الجاج كيتشاير علينا شي راجل ما مهرسين بيبه ملي كيتسطحوا ما كيخلوناش نعسوا كيجيو بالسيوفه ولادنا مخلوعين هادشي اللي كاين بزاف علينا من الزنقه 19 الزنقه 55 بزاف دابا ضربوا الراجل ما دارنا بيديه لي باش ليه شيروا عليه ضربوا علاش شنو السبب واش حنا واش بنتي مريضه بنتي فيها اكتئاب كتسمع هادشي كتقول لي ما كتبقاش ثقيله ما مشيتش ديتها للطبيبه هادشي بزاف هادشي خصنا ليه حل هادشي خصنا المخزن يدخل لهنا ويدير لينا حل هاد الزنقه يدخلوا لينا يحيدوا لينا الفوضى شوف الفوضى شوف الفوضى اما شدوا خويا ضربوا موس ضربوا موس شي واحد اللي جاي من هذيك الزرقاء 19 ضرب خويا بموس الراس كون قتلوا على ولادو وعلى ميمتو ولادنا ولاو خايفين ما بقاوش باغيين يعيشوا في الدرب وكنتمنى من المخزن وعاش الملك يدير لينا حل في الزرقاء 55 خويا كنتمنى من المخزن يدخل الله يرحم يوم الوالدين لان لما دخلش المخزن غطيح شي روح راه دابا مع 11 الليل كيتمو جايين بالجناوه ديالو من الزنقه 19 يتمو جايين هنا هادشي راه يوميا مده شهر راك شفتو الحاله ديال الزنقه دابا بالقراي والفيديوهات هما عندي انا غنمشي ندير شكايه لجلالة وكيل الملك وغادي نوريهم الفيديوهات بان كيجيو يهدوا عباد الله هنا كيقول لك اسيدي بغاو يدوا معاه الزنقه للحبس بغاو يدوا مرتو مسكينه مرت خوه كتسكن هنايا البارح كيهدد فيها تيقول لها تيقول لها غادي نديك للحبس مرت خوه قال لها غنجي نهدي هاك زيد باغي تهضري زيد لا ما تبانيش تغرى اذا شكرا متابعي قناه شوف تيفي الى مباشر اخر اللقاء